وللحديث أكثر يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار سعادة السيد حسن بوخماس عضو مجلس النواب. مساء الخير سيد حسن وأهلا بك في استوديو مركز الأخبار. كما تعلمون أن هذه القمة تعقد في ظل متغيرات سريعة وظروف حساسة تمر بها المنطقة، ما أهمية هذه القمة من حيث توقيت الانعقاد والمكان وهو مملكة البحرين التي تحتضنها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أن أشكركم استضافتي والحديث عن القمة العربية. طبعا بلا شك أن القمة العربية بثوبها 33 تعتبر هذه يعني يعطي المملكة حافز كبير، هي البحرين بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بادرة منه هو كرجل يعني دائما يطلع على السلام والأمن ويحافظ يعني في السلم الأمني بالمنطقة. طبعا بالمملكة مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة دائما يحفز باطمئنان الدول العربية وخاصة الدول المجاورة والدول العربية. احنا طبعا بلا شك ان القمة العربية وقمة البحرين هذه تعتبر من القمة اللي احنا دائما نقول قمة اتت في وقتها السليم بسبب الاحداث التي تحصل في المنطقة، سواء في المنطقة الخليج او المنطقة الشرق طبعا، وعلى رأسها قضية فلسطين. قضية فلسطين هي طبعا من اول المحاور التي سوف يناقش فيها جدول أعمال. طبعا ترأس جلالته آخر جلسة في جلسة مجلس الوزراء الاعتدادية بحضور سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء كسلطة تنفيذية، وطمن جلالته السلطة التنفيذية أن هناك أمور تمشي على قدم وساق لإنجاح هذه القمة. طبعا القمة يشارك فيها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وهذا الشيء يعطي يعني إنجاز لمملكة البحرين. نعم. لاحتضان هذه الفعالية الكبيرة. نعم. نعم أستاذ حسن، لا شك لطالما كان العمل العربي المشترك. نعم. هو على يعني سلم أولويات مملكة البحرين. نعم. ويعني كيف ترى انعكاس هذا الموقف لمملكة البحرين واهتمامها على القمة العربية؟ طبعا احتضان البحرين هذه القمة تأتي طبعا مثل ما تفضل بادرة طيبة من جلالة الملك، هي كدولة هي تحتضن هذه القضايا سواء القضايا الإقليمية أو القضايا العربية. وطبعا المملكة البحرين هي دائما سباقة في أمور السلام والبس، هي بلد التسامح والتعايش والسلام والبلد الأمن والأمان. فجلالة الملك يعني كان حريص أن تكون هذه القمة في مملكة البحرين كقمة البحرين، وهي طبعا القمة إن شاء الله بتكون من القمة اللي هي الناجحة بإذن الله تعالى بقيادة سيدي صاحب الجلالة. وطبعا هناك أمور كثيرة اللي هي قضايا أعتقد أن هي سوف تناقش في جدول أعمال. بعد أمس كان حضور اجتماع مجلس وزراء الخارجية ترأس سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وحضور الأمين العام للجامعة العربية. نعم. وتم مناقشة المواضيع التي تخص المنطقة، من ضمنها أيضا مشاكل الحروب في السودان اللي 25 مليون سوداني تحت خط الفقر، وهناك أمور كثيرة اللي هي بما يخص اللي هي اليمن والحوثيين، وأيضا قضية سوريا وجزر القمر، وأيضا قضية الإمارات تدخلات خارجية، وأيضا قضية جزر القمر والصومال، وأيضا قضية اللي هي كل الدول اللي هي كانت تعاني منها. نعم. نعم. فنتمنى إن شاء الله أن هذه الأمور تمشي بكل حذافير بقيادة صاحب الجلالة إن شاء الله. نعم. بإذن الله. نعم. وإحنا طبعا نشكر معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله الخليفي وزير الداخلية، وسعادة الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية لاهتمامهم بهذه الأمور ولحفظ الأمن والأمان لإنجاح هذه القمة. نعم.
نعم، سعادة السيد حسن بخماس عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا.